ناخذ المقادير. نحتاج لصدور دجاج مسحب، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، فلفل، ملفوف ابيض، ملفوف احمر، جزر مبروش، خس وفاصوليا حمراء، ذره معلبه، زيتون اسود وفلفل رومي الوان. كمان نحتاج للدريسنج مايونيز، خردل، عسل، عصير ليمون، زيت زيتون، خل بلسمك وسمسم ابيض واكيد ملح. يلا رح ننقل صحننا مكانه ورح نكمل معاكي قدر المستطاع. تمام. وهيك خلينا نقول لأم خالد صباح الخير، أم آدم صباح الخير، خالد مصطفى صباح الخير، وأم صبحي كمان يسعد صباحك يا رب، وأم قصي صباح الورد. رائد أبو شقرة من رام الله فلسطين صباح الخير. كل اللي بفلسطين بدنا نسلم عليهم، كلهم 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 كل رح يعيدوا بفلسطين. صبح على ماما وقلها صباح الخير. نعم. اشتقنا لك، خلص بكفي تعالي. أكيد. هناء، أم عبد الله كمان صباح الخير، وأم كامل صباح الخير، وأسمى صباح الخير. نعم يا أمر. هلا هون بالنسبة اللي هي الدجاج، صدور دجاج يعني البرياني ما حطينا فيه جاج، السلطه حطينا فيه جاج. ما هو شو بدي اسوي، بدبر حالي. ترضينا علا زي ما هي بالجريل. جيبي يلا زيت زيتون بالجريل، ها، او بمقلاي غير لاصقه. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين طلعت دخنه لاني انا حميتها مسبقا. أوكي. وبعدين نزلي عليها بنفس المقلايه عصير ليمون. كيف بس وبعدين جيبي الصدوره حطيها هيك. ليه حطيتي الليمون؟ عشان نعطيها حموضه وأشمع قطع الدجاج. أوكي. وبعدين رح أحط عليها من الكسيح ملح وفلفل. تمام. على نفس المقلاية عشان أشوحها وعملها سوتي. هاي ملح على الخلطة. تمام. بروح أحركهم مع بعض، برجع على النار وبروح بقلبهم عشان تزبط معاي الأمور. هلأ هون ما في ملح وفلفل، إذا بدي أروح أدعمها برشة ملح ورشة فلفل وأعطيها تحميرة حلو. تمام. يا أم زيد صباح الخير، أم بكر كمان صباح الخير، أمونة القريوتي يسعد صباحك يا رب، أمل الكاتب يسعد صباحكم، إدريس العمرات صباح الخير، وأم كامل يسعد صباحك. رح اخليهم انا ياخذوا راحتهم وبعدين رح اشتغل بمكونات السلطه. هلا مكونات السلطه طبعا هم زي ما بدهم اختياري، بس كثير طيبه بهذه المكونات. رح نحط شويه ملفوف احمر، ملفوف ابيض وجزر. يلا يا مر معك. يلا نقول صباح الخير لعايده. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اذا كيفك؟ هلا يا قلبي، الحمد لله. انت كيف حالك؟ استقلت الحمد لله، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. وانت بألف خير ان شاء الله. من العايدين يا رب. سعدك يا رب. ان شاء الله بنعاد عليك وعلى كل حبايبك بالصحة والعافية. على الجميع حبيبتي، على الجميع ان شاء الله. صباح الخير. يا صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير حبيبتي. انت بخير وصحة وسلامة، الله يسعدك. هلا بيكي. اضحى مبارك عليكم ان شاء الله يا رب. اجمعين اجمعين علينا اجمعين. يسعدك. يعطيكي الف عافية. يسعدك، يعافي عمرك. شو رأيك بوصفات اليوم؟ ما شاء الله عنك، الله يعطيك ألف عافية ويقويكي يا رب. حبيبتي أجمعين، الله يخليك. يسعدك. أنا هذا البرياني بحكي له برياني عراقي. برياني عراقي. عراقي. زاكي والله الصراحة. كثير كثير طيب الصراحة. نعم. كثير يسلم إيديكي. حبيبتي أهلا وسهلا فيكم يا قمر، نورتينا. شكرا لك يا عايدة. بس هيك حطينا المكونات على بعض بهذا الشكل. عم نخلطهم وبعدين نروح نشيك على الدجاج. شايفة الليمون سحبه الدجاج. طب لما بتيجي تاكلين مع السلطة بيكون فيه حموضة أزكى من ما هاي. شايفة بس دورة ما بتاخد وقت. تمام. بس رح أكمل تحريك السلطة وأسكبها وبعدين نعمل لها الدريسنج. بدنا نقول كمان لهدى خريشان صباح الفل، يسعد صباحك يا رب. أبو بدر البدور صباح الخير. ياسمين العتوم كمان يسعد صباحك، عم بتتابعنا، لا عم تبعتدنا المسج من تليفون زوجها. يسعد صباحك يا رب، وأنا كمان بحبك والشف أكيد كمان. أم ثامر المجالي يسعد صباحك يا رب، وهدى خشان صباح الخير.
يلا يلا منى نروح لمنى. صباح الخير. ألا صباح الخير. أهلا يا منى، كيفك؟ الحمد لله، وأنت كيفكم؟ الحمد لله. أنت شو عم تعملي؟ والله ولا إيش، بحضرك على التلفزيون. إن شاء الله مبسوطة بأطواق اليوم. والله الحمد لله. حبيبة قلبي، هاي الشيف معاكي. ألو صباح الخير. صباح النور، كيفك يا شيف؟ والله تمام يا قمر، كيف حالك؟ إن شاء الله أمورك طيبة. والله الحمد لله، والله منورة الشاشة. بوجودكم حبيبتي، يسعدك. والله أكلك كثير زاكي، سلم إيديك عليك. الله يخليك يا رب. جربتي إشي من الوصفات؟ آه. يلا صحة وهنا على قلبكم إن شاء الله. هلا حبيبتي، نورتي. أهلا فيك. عافية قلبك يا رب، شكرا يا منى. تمام، إذا أنا هون عندي شايفة قطع الدجاج، رح أخليها هاي زي ما هي تاخذ لون للتقديم، وأنا عاملة كمية عشان أحطها على الوجه. هيك أنا عندي صارت السلطة، بحبش أحركها أبدا بمعالق لأنه دايما إيدك أخف على مكونات السلطة. تمام معك يا قمر. نقول كمان لأحمد أبو طربوش صباح الخير، وكمان رواد النابلسي صباح الخير. رزان بني عطا يسعد صباحك يا رب، وعبد بني صخر صباح الخير من الأغوار الشمالية. أم سيف كمان بتصبح علينا. ابتهال الطاهر بتصبح علينا. ميسلون يسعد صباحك يا رب وصباح كل أهلك. غادة موسى يسعد صباحك، وهدى خشان يسعدك حبيبة قلبي. أجيب هالغايات الديكور أخليها زي ما هي. أم عماد كمان صباح الخير. رزان يسعدك يا رب، ويصال المجالي يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. نعم، آخر شيء على التقديم هبة رح نحط شوي من اللي هو السمسم الني بهذا الشكل، وبعدين الدريسنج بخلوه جانبي. رح أحط لكم هلأ الصحن ونعمل أنا وياكم الدريسنج بشكل سريع. هلأ السمسم اختياري، بدك ما بدك، يعني أمور اختيارية. بالنسبة للدريسنج هو عبارة عن عصير ليمون وزيت زيتون. بسم الله. أي عصير ليمون، زيت زيتون، ملح، بدك فلفل بصير، بس أنا نكهة الخردل أو الماسترد قوية فبكتفي فيها. حلو. ما بحط فلفل، في ناس بحطوا، في ناس بحطوا مخلل كمان بصير. هاي خردل. تمام، وبعدين عسل. تمام. ما يقارب معلقتين كبار لحتى أكسر حدة الماستر. تمام هيك، وبعدين راح أنزل خل بلسمك أو اللي هو خل العنب المعطق، وكتير مالح ديري بالك منه، في منه مخفف بالسوق. بعدين شوي من المايونيز الكريمي للسلطة، كتير قلبة. وبعدين رح نكمل عليها بملح الكسيح، أخفقهم مع بعض وبخليها جانبية. لما بدي أقدم الصحن بكون صار معاي ريدي. تمام، هاي ملح مش كتير لأنه البلسمك مالح. تمام، بس إذا عصير ليمون وزيت زيتون وعسل وخردل ومايونيز، بالإضافة إلى رشة الملح وخل البلسمك. رح أحط شوي أنا طبعاً عشان يشوفوها معانا، بس الست دائماً أي نوع سلطة بتستعملي دائماً خلي الدريسنج جانبي. بس هيك يا قمر، سلامتك وتعيشي. بسم الله. ممكن يحطوا خس عربي إذا ما بدهم آيسبرغ، ممكن يحطوا خس مثلاً الأنديف، ممكن صيني، ممكن اللي بدهم إياه الموجود. حسي الخس العربي بتبل أسرع؟ نعم أكيد. صح؟ تمام هيك، وأنا بكون خلصت طبقي. طبعاً أكيد قبل الختام الشكر دائماً موصول لعرس تحفة وتونة الصياد بالمي وبالزيت وزيت زيتي زيت دوار الشمس، عم يظهروا أمامكم على الشاشة، جربوهم وإن شاء الله فالكم طيب. بالإضافة إلى شركة أسواق الكرمل بفروعها الثلاثة، وأخيرا وليس آخرا شركة الكسيح الغنية بمنتجاتها سهلة الاستخدام والحفظ لدى سيدة المنزل. أنا هيك وصلت لنهاية فقرتي لليوم، وعملنا سلطة
سلطة مع الدجاج هيك كتير بسيطة وسهلة بالإضافة إلى برياني بس مختصر بدون دجاج وبدون لحم. أودعكم على أمل اللقاء فيكم غدا. للقاء. يسلم إيديك علا ويعطيك ألف عافية. وصلنا لنهاية حلقتنا مشاهدينا، بتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم. بكرة إن شاء الله بنلاقيكم بموعد جديد. باي باي.